ناس اليوم كذلك اليوم فلاحة اليوم ما عندهمش واحد داخل القار لأن على حسب الصبا كي غيكون ولكن الشهرين ما عندهمش واحد مدخول غيكون عندهم مدخول شهرين أكثر من ذلك وصل لي عندهم دراري اللي كبروا هما مسنين وعياهم الخدمة حتى هما غيكون عندهم واحد الدعم حتى هما غيتوصلوا بالدعم خطار الدار الوسط ولكن باش انهم يتوصلوا بهذا الدعم ضروري يتسجلوا في السجل الوطني الموحد الاجتماعي يتسجلوا في السجل الوطني للسكان ثم في السجل الاجتماعي الموحد وبالتالي نطلب من الكوف ان الاخوان والاخوات اللي كتعرفوا اللي ما عندهمش وعندهم دراري او اللي ما بقاش عندهم دراري ولا ما كانش عندهم دراري فهم حتى هما انهم سجلوهم تعاونوا معهم باش يسجلوا باش يمكن يكون عندهم هذا الحق من الحقوق الاساسيه وهذا راه شيء مهم جدا لان غيعاون حنا بغينا ان الدوله تعاون الاسر الفقيره بغينا ان الدوله تعاونوا من خلال اولا التعويضات العائليه ثانيا من خلال الحمايه الاجتماعيه والتغطيه الصحيه ثالثا من خلال الدعم اللي كيتعطى في اطار ديال الاسعار ديال الاثمنه ديال المواد المدعمه فاليوم مثلا بالنسبه لقرينا الغاز فانتم تشريوها ب 43 درهم والثمن ديالو الحقيقي تيوصل الى 140 درهم دابا هبط شويه لان هبط الثمن ولكن نقول دابا تيوصل 91 درهم اي ان فوق ما الواحد يخلص 45 درهم الدوله تتخلص معاه 45 درهم بالنسبه كذلك السكر نفس الشيء ضعف كتخلصو الدوله الثمن ديالو الحقيقي ضعف بالنسبه للدقيق كذلك مدعم نفس الشيء اذا هذا كذلك تيتعطى في اطار هذا الدعم اللي تتعطي الدوله زياده على الكهرباء اللي كنت قلت لكم لان الاخ تيري 500 درهم فاتورة الماء والكهرباء في الشهر فكان تحصل لك 600 درهم الأولى خلصت معاه 300 درهم إذا هادشي كله خصنا نجمعوه وفي الواقع تنشوفوا بأن الدعم اللي تيتعطى للأسر فهو في الواقع ما بين 500 إلى 1000 درهم في الشهر هذا اللي تديرها الحكومة في قلب الجهات الملكية وهذا هو الدعم اللي بغينا نشوف فيه باش تعاونوا على الاسر اللي هي محتاجه في هذا الاطار ولكن غتقولوا لي زعما غتجيو تقولوا لي هادشي مزيان ولكن حنا عندنا مشكل المشكل اللي عندنا هو فين هاد المستشفيات اللي تتكلم عليها فين الاطباء في المستوصفات فين هما الناس بين اللي عندهم في المستشفى الاقليمي الى اخره فين الاختصاصيين والو ياك وهادشي اللي بغينا نغيرو انا غنفسركم كيفاش غنغيرو هاد المرة باش نهضر معاكم بوضوح اولا على هاد الاشكالية اللي طرحتيهم هذاك مشكل اخر هذا راه كلشي مرتبط بالقيام اللي تندافع عليها في الاستقلال باش نحاربوا الرشوة ونحاربوا الفساد إن شاء الله. أنا بغيت نفسركم شنو هو التغيير اللي تنديروا. دوزا واحد قانون إطار ودابا تندوزوا القوانين في البرلمان ديال هذا. بغيت نفسركم واحد الأمر اللي هو مهم. هو أنه اليوم أنتم عارفين بأن الاستقلال دائما تدافع على تقليص الفوارق المجالية. اليوم شنو هو الإشكال اللي هو اليوم هو انه غالب الاطباء والمستشفيات الكبرى الى اخره مركزه في المدن الكبرى وبالتالي علاش القصار والشهره اللي كاينين في المجال القروي المستوصفات اللي تجيبها فيها او الاقليه اذا السؤال الكبير اللي نطرح هو كيفاش يمكننا غنجاوزو هادشي
جينا بواحد المنظور جديد وهو انه ما يتعلق بالصحه القرار غيكون جهوي. الجهات هي غيكون عندنا واحد مركبات جهويه هي اللي غتبدا تطبق هذا الامر. عندنا مستشفى جهوي طنجة غدا كيكون لي هذا الطب ان شاء الله طنجة باش نكونوا الناس الاطباء ديال الاقاليم ديال العريف القصر ديال الشاون والوزان الى اخره غنمشيو يتكونوا ونزيدوا العدد ديال الناس اللي متكونين باش واحد الفئه منهم واحد النسبه مهمه تبقى في الاقاليم وتخدم مع الناس ديال الاقاليم كل الفئه الاخرى هي اللي يمكن تمشي لاقاليم اخرى. من هذا النقطه الاولى الاساسيه اللي هي مطروحه. النقطه الثانيه اللي هي مطروحه انتم عارفين دابا اولا اللي نقول لكم باش نهضر معكم بصراحه احنا عندنا تنكونوا 2400 طبيب سنويا تيمشيو 600 طبيب للخارج سنويا تيمشيو 600 طبيب للخارج وملي تنديروا مباريات باش ندخلوا الناس في القطاع العمومي ما تيجيوش يدخلوا فكيفاش يمكننا نغيروا هذا الامر انا نسالكم كيفاش غنغيروا اولا بحال قلت لكم تصور جهوي اللي غنمشيو فيه باش القرار يدار في الجهه وباش الناس التوظيف غيكون في الجهه باش الناس يجيو يخدموا الاقاليم اللي معنيه. ثانيا اننا زدنا في الدخل دابا الطبيب اللي عاد تخرج كان تيدخل 8000 درهم في الشهر اليوم غيبدا يدخل 12000 درهم في الشهر زدنا 4000 درهم. اكثر من ذلك طبيب اختصاصي فهو غيبدا يتخلص على عدد العمليات الإداري والعدد الناس اللي شاف. إلى مثلا دار 5 عمليات في الشهر غيتقاضى 21000 درهم وإلى دار 21 عملية في الشهر غيمكن يوصل إلى 100000 درهم في الشهر باش يخدم في القطاع العمومي ويدورو القطاع العمومي وباش يخدم المواطنات والمواطنين. لأن أنتم عارفين شنو تيوقع تيخدمو شوية باش تخلصو هذاك البركة وتمشيو في المستشفيات ما تلقى واحد وباش يمكننا نغيرو هذا فعندهم نحاسبوهم على عدد الناس اللي شافو فعندهم نحاسبوهم ويتخلصوا على حسب العمل اللي قاموا به. نقطة ثالثة كذلك وهو أنه إذا مشينا مثلا لواحد المنطقة معينة وما عندناش اختصاصي واحد المجال معين ما عندناش في القطاع العمومي فعندنا الحق يمكن نديرو كونطرا مع شي واحد من القطاع الخاص باش يجي يخدم نهار يومين في الأسبوع في المستشفى العمومي باش الناس اللي يمشيو للمستشفى العمومي أو لا يمشيو للمستشفى يبقاو الأطباء ونديرو وحدات متنقلة في العالم القروي باش أنها تمشي دير العمليات للعينين إلى آخره تما باش يكون هذا التجاوب. وثالثا كذلك في هذا الإطار باش يمكننا نكملوا هذا الشيء كله ضروري كذلك أننا نكملوا الممرضات والممرضين الأساسية ونكملوا كذلك الوضع الإدارية اللي تخدم في المستشفيات إلى آخره. إذا الفكرة الأساسية اللي بغيت نقول لكم وهو حنا تنعيشوا واحد التحول كبير. أنا نكون معكم صريح هادشي ما عندناش بينها شي تناقض ما قلتش بدا غيكون هادشي ولكن هذا هو التوجه اللي ما فاش ماشي باش انه كل واحد فينا انه يكون عنده الحق في المنطقه ديالو هذا هو الاساس. بل اكثر من ذلك غنديروا خريطه جهويه اللي تكون ملزمه على القطاع العام والقطاع الخاص باش ملي يجي شي واحد يستثمر في الدار البيضاء نقولوا له لا الدار البيضاء راه كاين كافي اجي استثمر في القصر اجي استثمر في العرايش باش حتى هما يستافدوا من هذه الخدمات الصحيه. وبهذه الكيفيه غيكون تكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص وحتى الا ما صدناش الاطباء وطنيا غنحاولوا نجيبوهم من الخارج اما المغاربه اللي قاطنين في الخارج اما اجانب المهم وهو الخدمات الصحيه تكون المواطنات والمواطنين. هادشي باش وعدنا لكم في الانتخابات وهادشي اللي كنا نطبقوا على ارض الواقع. غتقولوا لي كذلك بانه باش يمكننا نديروا هذا الشيء هاد التطورات اللي غنتكلم عليها مزيانه ولكن في الواقع حنا المشكل هو البيضاء
صحيح ان الاكليب يعاني من البقع، لا في القصر ولا في العرايش ولا في العديد من المناطق اللي هي تخلف الاكليب ديال العرايش. بالتالي شنو غاديروا لنا في الواقع باش حنا نخرجوا من هذا؟ وهنا بغيت نتكلم لكم على واحد الموضوع مهم واللي عاد صادقنا عليه يوم الخميس الماضي في مجلس الحكومة. وانتم عارفين بان درنا واحد الميثاق في الاستثمار الجديد. هذا الميثاق ديال الاستثمار قبل شنو كان؟ كان شي واحد باغي يستثمر تنعطيو الدعم، فين ما بغا يستثمر؟ يستثمر في الدار البيضاء ولا يستثمر في بوعرفة ولا يستثمر في الشاوي، بحال بحال عندو نفس الدعم. هادشي غير مكلف وبالتالي ما تيجيش لان البعد لان ما كاينش. بارك الله عليك استاذ الحاج، الله يعينك. وان شاء الله غنقدو هادشي ان شاء الله جميعا نتعاونو جميعا. سمعت قبيلة سمعت وهو انه اليوم حنا عارفين بان الناس باش يجي صغير يجي. فشنو درنا؟ وهو اننا دخلنا واحد المنطق، وهو انه اللي باغي يستثمر عنده تحفيزات اللي هي الضريبيه ونزيدو حسب القطاع غنزيدو 5% ديال الدعم. ولكن الى جا المناطق النائيه بحال الاقليم على ايش؟ فيمكن يوصل الدعم الى 30%. اي انه هذاك الاستثمار الى ما يستثمر واحد 100 مليون ديال الدرهم فالدوله يمكن تعاونو ب 30 مليون ديال الدرهم الى جا العرايش. والى جا الدار البيضاء ما تعطي الا 5%. هذا باش نشجعو الناس يجيو لهذا الشيء. وهذا تحول كبير اللي غادي يدار. ولكن هذا الشيء اللي تنتكلموا عليه مزيان، ولكن تيطلب كذلك انه نديروا كذلك واحد الامر اللي هو اساسي، ونوفروا جهاز تحتيه باش يدار هذا الاستثمار. ولذلك انتم عاقلين كنا هنا تناقشوا في الموضوع، وتقولوا لي القطب الفلاحي راه يمكن يمشي للاقليم ديال الغرب، وكان صراع انذاك، وقلت لكم ان شاء الله الى دخلنا الحكومه غيكون هنا غيكون في زوادة، راه هو اليوم زوادة في مدينة دينا 40 هكتار هي على الإمتاز، وتجي إن شاء الله مرحلة ثانية غندير 50 هكتار إضافية حتى نوصلوا 150 هكتار. المعنى لهذا بحال اللي قال الأخ وهو أنه خلق فرص الشغل، ولكن أكثر من ذلك أنا عاقل كنت هنا في تنبير 2021 في غرش 2021 والناس مساكن صحاب العوامره جدا حنانو مسير، حتى واحد ما قدر ياخذوا لنا الثمن ديال البايك. الناس كانوا مشاو نتاعهم في الواقع. اليوم الحمد لله بهذه الصناعه التحويليه هذاك الدلاه ما يبقاش طاير، هذاك الدلاه غيتشرى ويتحول يدار فيه عصير ويدار فيه كونفيتور ويتباع في الخارج. هذا هو التغيير والتصميم ديال الدول. الحمد لله الجهه فهي عندها مقومات كبيره هذا الاقليم مجال الفلاحي. اليوم ان شاء الله رفض هذا المجهود الكبير اللي دار ويكون تحول. وعندنا كذلك جوج محطات صناعيه. المحطه اللي تكلمنا عليها الاخ كذلك اللي هي مهمه وكبير جديد. المحطه ديال مالك.
إذن الثلاث كذلك تجيو الناس كاينين اللي تجي السما تسلقى وعلاش تنديروا هادشي كله؟ تنديروا هادشي كله لأن جيت قلتكم هنا قلتكم هنا لا يعقل أن العيش في مجال التنمية فهي تتعاني بالقضية بحال التجربة تشوفوا دايز طاير ما بين طنجة وكريترا وما توقفش في العيش اليوم بغينا التنمية توقف في العيش بغينا التنمية بغينا العيش سافر كذلك من ميناء طنجة المتوسط بغينا كذلك أن الناس يجيو هنا ويستمروا هنا ويخلقوا الشغل هنا ويزعوا داخل المواطنات والمواطنين والشباب اللي تيقرا في الكليه هنا وفي نفس الوقت كذلك الناس ديال التكوين المهني الناس ديال السباحه الناس اللي هما كلهم غيستافدوا من هذه الحركه الاقتصاديه اللي حنا تنتكلموا عليها اليوم هذا هو الهدف ديالنا من خلال هذه المجموعه اذا واحد الاطار قانوني جديد اللي هو الميثاق ديال الاستثمار كذلك واحد التحفيز اللي غيتعطى من خلال المرسوم التطبيقي في هذه الدفعه الاقاليم اللي غتستافد اكثر من الدم اذا المنطلق الى الجدل لان العرايش مثلا انه مكسر كبير وعلى يمر من المنطلق واحد 15% الى 20% ديال الدم والى خلق العدد من فرص الشغل غتزاد واحد 5% الاخرى وحنا زايدين كلشي مرتبط بالمشروع بالاهميه المشروع والدعم اللي غيتعطى بالنسبه للمواطنات والمواطنين في استفادة الإقليم من هذا السيناريو. من وصل؟ دابا نوصل. القضية في القطار اللي طرحتها. ولكن باش نكون معكم صريح أنا ما تنكذبش. الصراحة تقول لي شيء بئس. القطار غيمكن له يبدا يوقف على العريش منين دوز وصل إلى مراكش أو أين. لأن المسافة اليوم قليلة باش أنه بدا يتقطع بالتالي ما يكونش هذا المنتج ديال الطريق السريع ديال القطار السريع وبالتالي راه تكلمت مع السيد المدير العام تكلمت مع السيد الوزير وإن شاء الله غنشوفها في مفرح حياتي ماشي هذه الولاية المقبلة إن شاء الله ونبقاو ونحكوا عليه جميعا إن شاء الله إن شاء الله إذن أنا بغيت نقول لكم كذلك انه بدات كذلك برامج باش انا نخلقوا فرص الشغل وهنا تنعرف العديد من الاخوات والاخوان اللي استفدوا من برنامج اوراش ونقول لكم الجمعيات ديالنا لعبوا واحد الدور مهم وانا بحال قلت لكم انا دائما حاضر معاكم فهذا الاطار كذلك يمكن نقول لكم الى تبعت هذه الامور والحمد لله فكان استفاده وان شاء الله عندنا برنامج اخر اللي غيدار ديال اوراش بغيت الجمعيات ديالنا كذلك انها تستافد هذا البرنامج ناخذ بصر ولا العرايش في الاقليم ككل وفي الجماعات القانونيه كذلك من هذه الامور اللي غتستعملوا بها زياده على الدعم اللي عطينا المقاولات الصوره المتوسطه باش هي تستافد انا بغيت نرجع لكم بسرعه جوج الامور الامر الاول وهو كاين العديد من الاخوان اللي هما ناقشنا جميع هنا اليوم كانوا تيطرحوا الإشكالية ديال الأساتذة المتعاقدين عاقلين في الإطار ديال الأساتذة المتعاقدين أخذ مرحبا إطار هذه القضية ديال المتعاقدين انتم عاقلين شنو كنا قلنا مواطنات والمواطنين هنا قلنا بان ضروري اننا نحلوا الاشكاليه ديالهم وبان الى دخلنا في الحكومه ان شاء الله غندير لهم نظام خاص واليوم يمكن نقول لكم بان عندنا نظام موحد ديال التعليم لما وجه ان الاساتذه اللي هما بعدا كنقول لكم الانظمه ديال اللي كانت في الاكاديميات كلها طلعات غيكون نظام واحد لجميع وهذا النظام الواحد لجميع أجل أنه اللي كانوا متعاقدين في الماضي غيكون عندهم الرقم ديال الصوم ديالهم غيكون عندهم واحد المرسوم اللي غيتخلصوا فيه بحال الموظفين الآخرين غيكون عندهم حق في الترقية غيكون عندهم حق في الصندوق المغربي للتقاعد غيكون عندهم الحق في التنقل من جهة إلى جهة
الإنسان أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، وهو أننا بغينا أولاد المغاربة أنهم يستافدوا كذلك من الخدمات تكون ذات جودة. بالتالي دخلنا واحد المنطق ديال المردودية، أي باش نشوفوا واش هذا الفريق ديال المدرسة ككل ماشي كشخص، أنه واش هذه المدرسة تفوقات الخدمات ديال وأطرات ديال الناس والأطفال ديالنا باش أنهم يتمكنوا من القدرات باش يمكنهم يواجهوا المجتمع. اليوم يمكن نقول لكم بأنه غنبداو هاد السنة بعض المدارس اللي هي تفوقات غنعطيوها 10,000 درهم للشخص للأستاذ غيبدا يتخلص 850 درهم إضافية إلى حقق هذا الهدف. غنوزعوها لكل المدارس إن شاء الله حسب الاستحقاق. دين هذا كذلك من الأمور اللي غتساعد على تحسين ظروف عيش ديال الأساتذة وديال المعلمين، بل أكثر من ذلك المعلمين اللي تخرجوا اللي تخدموا في الابتدائي والمعلمين اللي تخدموا والأساتذة اللي تخدموا في الإعدادي كان عندهم واحد السقف ما تيمكنش يتزاوجوا سلم 11، ضفنا لهم سلم إضافي باش حتى هما يكون عندهم الحق باش تحسن الوضعيه ديالهم حسب العمل اللي قاموا به. وهو التغيير بدا، هو بدا تيتحقق على الواقع، هو الوعود اللي عندنا تتطبق على الواقع. الا كنت تدافع على المتعاقلين واحد الاستقلال في المعارضه كان انك كنت مشيت عند السيد رئيس الحكومه انذاك سي عثماني وجيت عنده وقلت له سي عثماني الحل الوحيد هو الدار المرسوم هو حل ما بغاش. ايوا حنا درنا اليوم الحمد لله خلى الحكومه وطبقنا على ارض الواقع وتحلوا المشكله. النقطه الثانيه اللي غيمكنكم تطرحوا لي هي تدخل مزيان هاد الاستثمارات غيجي، ولكن عندنا مشكل كبير، عندنا مشكل ديال الماء وعندنا مشكل ديال الضوء. انا بصوره ما ندخلش في التفاصيل اللي بغيت نقول لكم وهو انه اليوم باش تكون التنميه عافيه ضروري نقويو الضوء. وبالتالي حنا تنخدمو ان شاء الله باش نتعطاو انطلاقه ديال تثنية الطريق ما بين عرائش وتطوان. وكذلك تنشكرو الاخ تكلم على القدره بخير كبيره يا قمزه هاد السنه ان شاء الله. ولكن بالنسبه للطريق ديال مولاي عسلام انتم عارفين علاش تهضر على مولاي عسلام، فطريق مولاي عسلام قايه وهي خدامي فيها الحمد لله وغنزيدو فيها ان شاء الله. كلها طريق المعروف طريق الزوالة طريق الرسالة الشمالية والرسالة الجنوبية أتوقع كلهم إن شاء الله راح خدامين فيها. وبغيت نحفظ معلومة حتى هي داخلة في هذا الإطار والكل للفكرة الأساسية اللي كنت نقول لكم وهو حنا بغينا نغتنموا هذه الفرصة وأنا نقولها باش نكون معكم صريح. علاش؟ أنتم عارفين الكورنيش هي إن شاء الله غدا هذا تضافر جهود ديال وزارة الجيش والماء ويتعرفوا الجهود ديال وزارة الثقافة اللي غدير البوش إن شاء الله السعوديين باش أن الترميم ديالو ووزارة كذلك.